بسم الله الرحمن الرحيم ضمان مواطنين ترخيص ومال الآن ميلة جوغان با والسلام يا كارهار قبل خطونير وحانو مهضر قناري يوفتك يقوبا سونوين تقرانمو سونوين تا لحش على البرم اقرانكا يدن تبود كو اكيد يا سيدي وراك سنيد اوايين يا وحقرب رقي دمر اي اموتيين تاغيرو قران مدى سوماري لاد وحكم الهضم يا ارض ما تعرف انت من سوق الله هذي سيدي ادمت بدن يا قوتي حشودكم وقتنا فقرها وبري ضمان انت وحد سوتشيدين يا محاضره أنا أقول لك أن القرآن يفتقي أن يقابل يجب مركز الله بعض وحنا بريان يا أرضي ما أنت قرن شبين سيدي رقي هورا يو أرتك قبرا يكام هذا ربيا ماش تقوح أفتور هذا كما يداسين هل كان أحواك سوكر بي رقي يدو وربا أيو هم بريان بانو هم بريان وحيلتا هاي هل كان انتي هذا يشر هذا ربا هنا لنا عيب بضن والغيري حلقا انتا ايكا هادين عروو كدبا هادي بايو اي وحالي ان مناسبة انو غفران او كوساب ساو حبارشادا ارداي دا اي حال كودا تعالي انتا يقرشي هيدا امنيغا اذي اذبان برعصان هاي انتي لسوتشي دي او هير قرن ما لقا هادي انو حاكم دروا اير او دي نماء او دن تبودي قرن كاه أين برامج كورني؟ مرة يا المانت السومال الآن وحي مريسا لنا أول با مال آد يا آد ونكسر وإله وهو مهضم أدير لبويده دركا إيا قرق ولد موايان قويس كأرور با أبي هو يوكل هايان لبي كرتيان بدل بين وضعان أي أوضك يقرأ الكتب مستقر مسمية قف وربد دقوي هاي ما أهمية كي وحسي حدا يسوى بريت هاول يقب يقوط الله أو إنه تاب بحية وكسيس حدا لو تسرات لك صوك الله قرأ وربنا أبو هاي وح عقبته لي ألا يقول وقرأ أرو سو حلا هاي سو مال الآن مدرر ويهرق كنشرتي ومدأذ يالدارة قولوا وين وإلهي سيئ أيهي هالشي وحركوا هالشيء مدن مديدة قرن مديدة وقرن مديدة أو أمور ذي يور كذا ولا عدد كذا أو يوح الكبيان أي كهرة وحي عرق على التاجر التاسك وحل دور الهدير هاي لهم هذا رسول الله ما أنت عرق على ذا هالشيء أو أن مد يلا ما قتل معه وحشرة عرق على ذا وقوي تكوبات وأمن قرق سومال لاد مانتا تقال لبدا باكو سعدا او سياسات له او عراض له او نفسي سن تقال لكا اي مجار كان نهاي انتا اي مجار كان نهاي او قارسي سن ان سومال لاد اي كمت هاي ماشا عالم كورن بي كوكا لقيب سي هاي انتا غير سن اي ان اد اي اد او اللوغ دي ما هي سؤال لا هير كانوا قارسا أما أي قارن بدن وطلع لهم إسا أو كيف لا هي سؤال لا إن أي كات كيس شرعة تهاي أما أي كان بوش هاي إن أنت صوت هل جنا أي دور كنت أو أي حاجة سو وحني سأقول قيمها هي ذل شعير كا قف كسؤال لا يقف كيس إلى الله تعالى كريم أدون كأنتو كنوا لي هنا إلهي مو ابن آدم كنا أنو ثلاث سقابا كنا تينوا لي هنا يجي يوم تكذب مر ما هو حيو سعدة شرم دولة ترك جوه جاملس واي حرفة كويهين مصر هي تركيا هي دولة حبرة تاكت دره وحلايا عبلي إن ما أنت تبعد قربك حيث ساك إلا هو يا صدح شباب أي تاجري سي إن عيد مدي لأورنج ريونسوم إمكانات سلاله هو
عالمك ugu deeqay dhab muddo ka badan 20 sano oo waqtigoodi dhamaaday oo ay ka daareen ku ilaagta si jiray oo ay ugu horeeyso midowga Yurub oo ay ku xigta dawladaha galbeedka sida Ingiriiska iyo Mareykanka iyo ay ka daareen billionska ay ku shubeen waxa ka soo bixi waayeen in ciidamadu waqtigood soo dhawaaday la leeyahay haasi joogeen inta cid dhisay loo helay laba dawlad oo balan qaaday inay ciidankeedareen ay ku garab taagan yihiin Soomaaliya oo ay iyagu iskood u keenay doonaan kuna ilaalin doonaan inay sii jirto dawladda xabar laba dawlad waa Turkiga iyo Djibouti waa xaalad cusub Turkigu muxuu ugu dagaalamayaa inuu xamar garab taagnaado iyo dawladdiisa korba intii xamar soo hadha waa daraha dalkiisa ka dhaxarkaya dawlad walbana waxay ku daashaa daraha dalkeeda muxuu Soomaaliland ula dagaalamayaa ee uu garab siinaya dawladda xamar waxa weeye Soomaaliland intii uu joogay iyo muddadii uu xudxudanayay wax mar walba wuxuu ka waayay inay ka soo liicdo ama ay u dhagan ulaato in qaranimada Soomaaliland waxaan ahayn laga wada hadlo isaguna wuxuu doonayay inuu inagu celiyo xamar haddu aqligii taa lagu waayay Turkiga waxaan ka waa sheegayaa hadii sasawo iyo xudxudasho iyo waaro muddo dhowr iyo toban sano aad waday oo Soomaaliland ka diiday waxaan qaranimo ahayn inkastoo maanta dawladda labaad ugu ciidan badan tahay NATO inkastoo dhowr iyo toban sano dambeeyay aad gaadhay horumar ciidan iyo qalab iyo tiknoolajiy intaba waxaa ka xoog weyn rabitaanka Soomaaliland qarinimada ay ka ilaalinayaan Soomaaliland way ka adkaysay balse waa oran kara waxay weyday cid markeeda banaanka u saartay sideed iyo sideedkii ilaa intii ka dambeysay taqaza maanta ka dhacaysa hubaal waxdeedu u soo saaray weyday waxa ka adkaysay badnayd Soomaaliland wixii soo maray waqtigii sideedkii dadkii markii ay dalkeeda ka xoreeyay dawladdii daalimkii loo jiray siyaad bar marka dawladda Turkiga iyo Masar maalin hore oo wareys laga qaaday baan iyada iri waana ku celinaya Masar la dagaalanka Soomaaliland inay qaran noqoto ay xamar inay ka mid noqoto ugu dagaalamaysa ciidanka u soo direyso horta waxa uga baahan rafax inay furto oo u furto deeqda carabku si ay walaalahooda Falastiin u xadirtay ku dhacay afartanka kol lagu dilay sidii xoolo weerar dhex galay oo xero lagu weeteenayo inay taa wax ka taraan baahay tasoobalad soo gaarinaa waxaa kaloo cadeynaya dawladda Masar oo dawlad weyn ah oo soo jireena iyada iyo Turkiga isku dhaqan yihiin meelo badan waa wada Islaam waa boqortooyin soo gaabay waa dawladda qaabkooda dhismuhu wax badan u baahan yahay wax gaago haddana Masar inta la huwa meel ay ciidan u dirtay oo jiri waa gargaaraya malaha odayaasha cirada la garanayay waxa ugu horeeya ugu dambeeyay dalka la yiraahdo Yemen markii uu ka dhacay qaraabkii ugu horeeyay dhow lixdan oo boqorkii markaa meesha ku raagay la ridayay waxa loo soo diray ciidan masaari ah dhowr iyo toban sano joogay mashkaladii uu ku abuuray Iraq oo iyo lixdankii Iraq maanta waa taka taagan Yemen waxaan leenahay Allaahumma rajayna ciidanka masaarida ee la keeri doona xamar dabka uu ka shidi doono xiiq dheeraad doonana iga qoro waa la arki doonaa maanta waxa kaloo jira oo aan qarsoodi lahayn cadaawad jaararkeena ah oo laba dhinac laga yeeli karo mid dhaqaale ahaan inoola dagaalamaya iyo mid siyaasi ahaan inoola dagaalamaya taas waxaan ka gudbi karaa sayn horeba aan ugu gudbi jiray dal kasta iyo qaran kasta haddii qaranimadiisa iyo qabkiisa la soo fargeliyo waxay hablaa gudahooda way dhigaan waa loo midoobaa waxa ilaahay mahadiya shacabka Soomaaliland inuu u midaysan yahay qaran difaaca qaranimada Soomaaliland meel kasta oo joogaan miyi iyo magaalo shakhsina shakhsi qaranka kama xigo qof walba wuxuu u diyaar yahay difaaca qaranimadiisa
marka looga baqimaa inanka aabihii ugu inta soo mareen inuu maanta qaranimada dalkiisa cid walax jacal baantu naf iyo maskax iyo xoor intaba u huraayo shakigaaga jiro taasina waxay siinaysaa kalsoonida in aan Soomaaliland cad soo hawaysan kale hadii mararka qaar wax dhacaana inay taalo ay tahay kabi doono taariikh ahaan oo aan dhici doonin in Soomaaliland lagu tirtirsan karo ama cadow jabin karana boqolkiiba boqol baan ummadda ku aaminsanahay waxaan ku midoobi karaa oon hore u mari karaa dhibaatooyinka cadow kaga bixi karaa innaga oo talada ku midoobna haddii afka lagu sheego waa dimuqraadiyadda oo aa talada aynu wadaagno haddaynaan talada wadaagin tafraar qaa imanayo qur-aanku lagu sheego sharafteeda iyo qabkeedu waabaaya laakiin waa inay talada la wadaagaya aanay dhaafin xaydaabka qaranimada waa qaranimada la dhaawacay waxaynu ku midoobi karnaa innaga oo waxwada yeelana oo aan qof qof iyo qoys qoys u kala bixina talada wada yeelana oo wax wada wadaagna oo dalkeena khayraadkiisa iyo caqligiina iyo xoogeena midayno oo isku mid noqono oo waxwadana sida caalamku galo haddaynu deegaanadii kala qoqobno oo meel walba qoys ama cid sheegato dee qaranimadii ma dhamma laba tusaale aan siinayaa maanta meel kasta oo tagto dhowrka tagnaa wuxuu ka mid yahay gobollada waaweyn isaga iyo sanaagi ee marka loo eega dadka jooga dhulka intiisa bannaan intiisa badan ay bannaan tahay iyo gobollada oo dhan marka caalamka loo eego dadka ayaa ka yar dhulka kolkaa dhul badan badan oo bannaan baa inoo jira meel kasta nin baa oodanaya oo xoolaha daaqa u diidaya haddii qolada deegaanka oo aada u mahadsan oo aada u raya wasaaraddaas deegaanka hadday istiraa ka qaadin kaasoo sharciga korkeena ummad dhan baa taageeraysa hab qabiiliya dee markaa waxay dhaawacaysaa qaranimada iyo noloshii xoolaha dadkeena qof waliba in kufur dhulka uu helaya laakiin waa inuu ogolaa dhulkii la wada yeesho manafacaadkiisii manafacaadku daaquur maaha laba kambani oo shidaalka qodiya loo yimid dalka oo maalgeliyey mid waliba markii uu joogay xaaladii in la qodo ay ahaan la gaadhay lacag badan kaga baxday khilaaf dhexdeena ayay labaduba u socon waayey oo aada u dhigta wax yar oo maynara ayuu waqtiga ku lumay hadalaha la cagri hadalaha la bilaabo waxay imika soo baxday buurihii oo dhan oo mid walba la yidhi nimcaa jiifto dheeman iyo dahab baa hoos jiifta iyo ciro baari dee xabadaa mid dagaal baaba ka dhaca innagu waxay inan wadaleenahay oo qofkii aqoon leh ama dhaqaalahay sharciga dowladda uu raaco oo hadduu micdo qodayo uu qodo oo hadduu kalluun keenayo uu keeno laakiin markaad adigu murankaaga badiso eed meel gaaba wax ka eegto eed waxwadana yeelo weydo iminka buuraheenna waxa isugu yimid in aliya intii koonga ka shaqayn jirtay ay koonga ka kicwadeeda barwaaqaday cid kasta bari iyo galbeed latin america china hindiya wadudee cid waliba way joogtaa qofku qof buu wataa waayo araga oo south africaan ahoo boqol kiisana u dambeeyay dahab qodanaya oo xooga oo kaa xeelad badan heshiisna qof lama geli karo qabiilo lama geli karo soomaalilada isku dhuwan baa la rabaa meel walba inay meesheeda noqoto oo ay ka midoobaan inay faragelinta laga yaabo inay dhibi noo keentay ee macdan ah iyo khayraadka dalkeenna inaan mura yaroo dhexdeena cadow ka faa'iidaysanayo cidina wax ogeyn waxaanu kaga bixi karaa inu wada lahaano ood caawa halkaa tagto ood sayr caguli ka dhisan karto ood macdan ka baari karto ood kalluun ka qaadi karto oo ka seer ciibaado oo sanaag tago oo halkan dahabka aada iyo aada kala wareegaya qaybta ka galo isagoo raacay sharciga qaranka deetana aynu u sinaano qaran isku mida isu hiiliya wax wada lahaada cadowga iska wada jira taana waxaan leeyahay waa in hoos loo eega weliba dadka laga rabo inay taa horgalaan oo dadka aqoonta leh ee qoladiina qalijabaysa maanta aa ka mid tihiin weliba idinkaa firfircoon mustaqbal kaleh
إلى ترويك آدي أذبرك لتان بان سوى شديري وحكم إذا مركة لحلين كبدري ترتان قبيني تراني أما سياسدي مركة نترتمينانا إلى نادر تشيهين وأين قوم وحيارها قرنهان يقف أنبا أين قيمة كلها حكم إذا سؤال واحد هذا نويلو هذا كذا عي فقارك كذا عي وأجد قرف كذا عي قرف ترى ما سوى قوم كذا جد كذا عن كذا قف وياه أقوياء أنا شيخة سياسية هب عند الكه كتيرو كوكر ودوري هذا حدي مرك له هذا يترتك هي نحلينا أي نشبينه وح إنه أساسها أنا لهين قولي كنت مقرضية ديرك لا إنه هو قسم إياه إنه ترى ما ذاك بينه لقاناه أو أي كم تاي دقن كين يدين تين يدد بدين أوكر دون نك فرنشي أدي مقرضية ده هستا إسكو دين منهن وحينا قال إن الدفرة إسا كم الدفرة يو إسكو دقن منهن إنه هو حيلنا هاي ده وارد كيو يقانو احترامه نك استيتو تشر يلي أبا يلا كتبه هاي إيمان تلفون ما يعرف يأنو إسكو منهن وحبنا هاي إنه أبو هوي ويل كان كبرنا سيدك صدقة أيدا إن أبتغى إن أذكرك حذية حجار بره دي فرنش حذية حجار بره مركات دي مرة دي هذي إنتي نجا بابيس دي وحنا نقول ترى ثاني يوم كيف يشكلنا هو أدي باتين أستوى كتر داره سكو صوره حن كاب إحنا نباتوينك والله ما ويرد كريه وروحه قبرنا قرن كنا وح تربوي وحيرا ويرن وحلينا كنا دين تين يدق كنا يدق بربرن لما هذي نجس كنا قنوا وح كلا ونا فينا وح قصو جاب كنا وح نأذو هم بريان يا رجال قرن شبير سا وارد كود علم الجامعة أنت كقائم قاتي مستقر في عنا وهذه رجالية وحينا بلنا قرن كنا أين ندافع عنه ترى وذا قنوا فلا قرنا إياه وقت يدور شوي بتاعي يهيدا إلى دور شوي كان بده حلاك قادنا قولي قرد إياه حو قرب دافع أنا قرر كينا لا والله مر كأنه هرو إنه يسوع على سنة هرو مر قادنا وسلام عليكم ورحمة الله مركزتا ملكستا يو وقت كستا بدا عصر 24 تي في كلاس أو ركودن بي سومالي دا يا عالم كبا إيش دحلقة أي دعيا بدا عصر 24 تي في سوكل وحنا نغلسو عن كتان برهيقة بوشدا سيدا Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Si aad u qoto qofka ugu horeeya ee daawada muqaalada aan soo galno. Fadlan subscribe sar gambalaalka riix bartayda YouTube. Sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartayda aan ku leenahay page-ka. Badaa 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.